الانترنت راه ملي كنت تطلقوا خياو ديالي ديالي ما عبد الله شفنا بعض المهمين دوري كنتهم في هذا بسم الكريم أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية. إذن في أي إطار اللقاء ديالكم اليوم بمدينة المحمدية؟ لقاء التعاون والصداقة والشراكة ما بين جمعية الثقافة الرياضية المصرية وجمعية جمعية المحمدية للصحافة والاتصال. بيننا بروتوكول تعاون، قمنا بزيارتهم في إبريل الماضي، قمنا بزيارتهم في إبريل فعلا وقاموا بزيارتنا في مايو الماضي. جاءت مناسبة كبيرة كبطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة المغربية الشقيقة، فأردنا أن نحضر لنواكب هذه البطولة الكبرى التي تقام لأول مرة في المغرب، ونجدد العهد والصداقة والشراكة مع أشقائنا في المحمدية. رافقونا في أكادير وفي مراكش، نهنئ الشعب المغربي بالتنظيم الجيد والممتاز للبطولة المونديالية للأندية، ونهنئ الرجاء ببلوغ الدور النهائي والمباراة النهائية، نتمنى له التوفيق. وجئنا لنكرم النادي الذي شب واشتهر فيه النجم العربي الكبير أحمد فرس، نادي شباب المحمدية في عقر داره في مدينة المحمدية التي نعتز بها ونحبها كثيرا. شكرا. عفوا. دوري كنتي كنتهم في هذا.